أحسن ما ترجع تختلف أنت صاحب بيت. توسعت الشقوق في جدار الثقة بين شارل حلو ساكن القصر في سن الفيل الممسك بمقاليد الحكم وصامت جوني الرئيس السابق فؤاد شاب الممسك بمفاتيح السلطة. ومن بين هذه الشقوق الواسعة نفذت المعارضة الرافضة للإزدواجية في المؤسسات ولتدخل العسكر في السياسة. ودنا موعد الانتخابات النيابية ولا بد للمعارضين من محاولة. تحرك كاظم الخليل بتشجيع من كميل شمعون لتكوين جبهة للمنازلة مع الشهابيين، فلم يفلح مع المسلمين بسبب تحفظهم على اسم شمعون، لذلك تطلع إلى المسيحيين، فحقق في 10 شباط 1967 معجزة جمع الأقطاب الثلاثة كميل شمعون، بيير لجميل وريمو إدي. في الحزب الثلاثي أنا حاولت أني أعمل حزب ثلاثي من مختلط، يعني ما يكون مسيحي وبس، واتصلت بأكثر زعماء المسلمين ما حدا رد يتعاون معي فيه. صعب إسلام إبي اللي تعاون بدون أن يظهر، وكان دائما يوصيني أني حافظ على هالحلم وما خليه يفرض، وأنه هو معانا وبأيدنا. وما لقيت غير كمل شمعون، وكمل شمعون مش هو صاحب الفكرة الحقيقة، وكمل شمعون كان يقول لي ما رح تقدر تعمل شيء، وما ممكن الحلم يتم، وما ممكن في شيء يوفق بين ريمون إدي وبيير جميل. وهذا طبخة بحص بدك منها، عرفت كيف؟ قلت له انت شو قصان؟ انا راح اتولى هالامر، واذا راح يكون خدمه لك اكثر ما هي خدمه لي. انت حارق دينك فؤادي شاب، وحاطك كل ارض، ومانع اي مسلم يرمع لك سلام اذا فات على حفله وكان في اسلام يهربوا، واذا كان بحفله وعرفوا انه موجود ما يفوتوا له لهالدرجه. ايه جيت انا كسرت هالطاق وعملت ما لا يعمل، تصالحته هو وصاحب اسلام ومشيت العمليه من يومها. فجيت انا عملت الحلف بين كمل شمعون وبيير جميل ورموتي. وبالطبع بقول لك تعبت كثير واستعملت اكبر كميه من الكذب الابيض في الحقيقة. استهلكت كل كمية الكذب الأبيض معاهم، لأنه أكذب على هذا قل له أنه بحبك، رمون إدي وصلته أنه في جميل بيعدك بيعفع، ولا في جميل قل له عن رمون إدي، لكن بكل أسف هذا ما كان حقيقة. يوم اللي سلموا على بعضهم جمعت أول مرة جمعتهم عندي في البيت وسلموا على بعضهم، ريمون إدي ما رضي يطلع بوجهه لبيير جميل، مد له ايده وهو داير وشه هيك تسلم عليه. بعد 4 أيام في 14 شباط 1967 اعلنت مبادئ الحلف الثلاثي الوطنية ومشروع اتفاق التحالف للانتخابات النيابية سنة 1968. كل ذلك وسط ذهول اركان الشهابية من ابتعاد بيير جميل عنهم وتحالفه مع خصم لدود له ولهم اسمه ريمو إدي. لأنه اشتد الضغط الخارجي على البلد، وهون المرض الضغط هي الثورة الفلسطينية يعني وإلى آخره، كانت نشأة الحلف الثلاثي لإعادة التوازن للبلد كمان. بين تأسيس الحلف والانتخابات النيابية وقعت الهزيمة العربية في 5 حزيران 1967. صورة البطل الجريح جمال عبد الناصر على الشاشة الصغيرة وصوته المتهدج عكسا الكارثة، وانعكس ذلك في لبنان خسارة الجهاز الشهابي الحاكم إلى جانب شارل حلو المظلة والدعم، فيما راح الشارع الإسلامي
ينجذب إلى طيف بطل آخر الفدائي الفلسطيني. كان في صراع إقليمي، الحلف الثلاثي وقف على مفترق طرق فيه، وهو الثورة الفلسطينية ما هيك، والمصير اللبناني من جديد. وأول واحد بلش ميليشيات مش كمان جمهور ولا حتى الكتائب سامي فرنجين. فؤاد شهاب أعطى لبنان هدية لعبد الناصر، سلاح سري فتاك في معركة 1968 الطاحنة، وشعار قاتل لم يكن يحتاج إلى جهد مكنة انتخابية ليتلقفه مزاج الشارع المتحفز والمرتاب من انفلاش البندقية الفلسطينية. وإلى هذا الشعور العفوي ساهمت بيانات الحلف التي عزفت على وتر الخطر على الكيان وطغيان العسكر والخوف على الحريات في جعل المعركة الانتخابية مسألة تتعلق بالبقاء والمصير. ونزل كميل شمعون متسلحا بالبراعة والسحر يطوف على المدن والقرى حاشدا التأييد وحاصدا العواطف في معركة الثأر من عبد الناصر وفؤاد شهاب معا بعد 10 سنوات على ثورة 1958. سحر كميل شمعون هو تجاوبه مع جمهوره بطريقته بالحكي، باهتمامه بمصالحهم، باهتمامه بحياتهم. لما حزب عقائد قديش حلوي يشوف قصة المختار ويعين واحد رئيس بلدية أو يعين واحد موظف وعنده موظفين تابعين له إلى آخره. كميل كان عنده يعني كان يجيب هالحس الديمقراطي، يعرف شو ممكن ينقبل وشو ممكن ما ينقبل، وشو الشعب ممكن يريد وشو اللي ممكن يعني يسحر به الناس. عنده هالقدرة المهمة اللي بسموها كاريزما، أي جاذبية ما في يعني كلمة بالعربي بتقدر توصل لها. الحلف في كل مكان، عنوان صباح 8 نيسان 1962 في جريدة النهار التي كانت مكاتبها وصفحاتها المتراس الأمامي للحلف. اكتسح مرشحو الحلف الجبل، وخذلت كسروان معقل الرئيس اللواء شهاب مرشحين نهج. عاد كميل شمعون نجما كبيرا إلى ساحة النجم، وحصد الحلف وحلفاؤه 41 مقعدا، فارضا توازنا صعبا مع نواب النهج الشهابي. بعد أيام قليلة على الانتصار الانتخابي نجا كميل شمعون من محاولة اغتيال. في 30 أيار 1968 أطلق شاب طرابلسي يدعى نبيل عكاري النار عليه فيما هو يخرج من مركز حزب الوطنيين الأحرار في بيروت، فأصابه في وجهه وجبهته وتحولت حركة الاستنكار في العاصمة إلى استفتاء آخر لشعبية كميل شمعون الذي عفى عن الشاب الجاني فيما بعد بطلب من زوجته زلفة. نجا شمعون من الاغتيال، لكنه بدأ يخشى المحاولات المفاجئة لاغتيال الحلف قبل إتمام مهمته الكبرى في معركة الرئاسة سنة 1970. فلقد كان شهر العسل المر قصيرا بين ريمو إدي وبيير الجميل الذي أبقى خيوط الاتصال قائمة مع الشهابيين. أنا لاحظت على الشيخ بيير على أنه يعني الأوان، لأنه صارت العملية بس ضد الشهابية وضد المكتب الثاني وضد الجيش وإلى آخره، وهو ما بده يمشي الخطوة هاي. بيومتها بيعمل تصريح العميد ريمو إدي بيقول 3 أخطار تهدد لبنان: الصهيونية والشيوعية والشهابية. برد عليه الشيخ بيير بطريقة عنيفة، يعني أنا ما كنت، كليتنا رايحين الحلف، حلف شيء رهيب يعني الحلف يكون. فت عند الشيخ بيير هيك بالأملية يعني، قلت له والله ما عم نفهم عليك شو بدك. قال لي أنا ما بدي أروح بحرب على الشهابية وتصفية الشهابية.
الحلف السداسي أدى مهمته، ولكن بقيت عليه